المسافات البعيدة لم تستطع منع الدموع من الانهمار على الأحبة الذين التهمتهم نيران الجشع والإهمال والفساد في أبهى لحظات العمر. حفل زفاف تحول إلى فاجعة اهتز لها الكون. قضوا في قاعة للأفراح، أو هكذا كان ينبغي لها أن تكون، قبل أن تتحول إلى مصيدة للموت لتقتل نحو 100 شخص وتصيب المئات. من قضاء الحمدانية في نينوى إلى عمان الأردن وباقي بلدان العالم، عم الحزن جميع العراقيين. اليوم صلينا في كاتدرائية مار أفرام السريان الأرثوذكس في الأردن عن أرواح الناس الأبرياء الذين انتقلوا في الكارثة التي حلت بشعبنا المسيحي في قرقوش. هي لحظة أثبتت للعالم أجمع وبما لا يقبل الشك أن العراقيين شعب واحد مهما كانت أديانهم أو طوائفهم. ليس مهماً أن تختلف صلواتهم أو ألسنتهم، المهم أنهم عراقيون يحملون جنسية واحدة، وإن كان بعضهم بعيداً عن الوطن الواحد. لهم نفس الأحلام، يعيشون نفس الظروف، يتألمون بنفس الأوجاع، معاناتهم واحدة، وقاتلهم أيضاً واحد. راحوا كثير من أهل منطقة، ابن عمي هو عائلته كامل ما طلعت. دعاء ممزوج بالدم والدموع بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين الذين يصارعون آلام جراحات الحريق الذي التهم أجزاء من أجسادهم. فمنهم القريب ومنهم الصديق أو الجار. في موقف كهذا تشل الألسن وتموت الأحرف وتنتحر الكلمات، ويصبح الصمت الممزوج بالحزن الذي يفطر القلوب أبلغ لغة إنسانية يسمعها ويحس بأنينها كل بشري، ويتجاهلها أولئك الذين ماتت ضمائرهم فأيديهم ملطخة بدماء الأبرياء. هاي جريمة بحق الإنسانية، وين الحكومة العراقية من هذا الموضوع؟ لازم الحكومة العراقية والجهات المعنية تحاسب المقصرين، كائن من يكون لازم يتحاسب، لأنه أرواح الناس مو لعبة. نعم، هي جريمة حرب وأكثر، والمطالبة بالقصاص العادل من الجنات نهج إلهي ومطلب عدل لا مناص عنه. أريحوا أرواح من رحلوا ومن بقوا، ضحايا وأقارب وأصدقاء، بحكم عادل يشفي الصدور.